الشيء اللي ممكن الواحد يطار به هو انه في واحد العالم اللي فيه التكفيريين وفيه الناس اللي كيبغيو يديروا المرض تحت القيطون، كيجي هو كيخرج مرضو امام الناس وامام الملاء الاخير. كنظن بانه هذا موقف يجب الاعتراف به، كما انه الموقف فيما يخص القضيه ديال المراه في المدونه، ولو ان المدونه باقي فيها بزاف د الحوايج اللي خاصها تبدل، ولكن كاينه. اضافه الواحد باش ما يكونش هذا، انه دخل المغرب، جعل المغرب يقبل الاتفاقات الدوليه، وهذا مهم فيما يخص حقوق الانسان، فيما يخص بزاف د الحوايج. دخلنا في المنظومه ديال القوانين الدوليه ديال حقوق الانسان الى اخره، بحيث ان القانون الدولي ولا اسمى من القانون الوطني، كيبقى كيفية التنفيذ وكيفية المعاملة معه. حنا كننتظروا انه غادي يجي الحكم ديال محمد السادس، غادي يتفك من هذاك البشار اللي كان مع الحسن الثاني، الى انه مع الاسف حكم باقي كيحكم مع الناس اللي وغيتهم من عند بوه. كتشوف ها الجنرال بناني، ها الجنرال بن سليمان، ها عروب، ها و ها ازولاي والى ذلك. دونك ما بدلش هذا النظام هذا. هو منين جا الملك محمد السادس للحب، كنا كنعتقدوا انه غادي تبدل الاشياء وغادي تغير، وكان الامل كبير عليه لانه راجل يدو ما كانش من الانتخاب لا بالدماء ولا بمشارك لا في القمع الى اخره. فكان واحد كيتمنى انه غادي يقوم بواحد العمليه ديال اعاده الهيكله ديال الحكم وادخال المغرب في القرن 21، الى انه تبين انه من بعد عام ولا عامين اننا امام استمرار الحكم ديال الحسن الثاني، ولكن الحكم ديال الحسن الثاني في اول حكمه. حتى الدستور اللي دار الدستور، يعني ملي كيتحلل بواحد الكيفيه عميقه، كيتبين انه الدستور يرسخ لي بوفوار السلطه ديال الملك في هذا البلاد، يرسخ هذا جعلته ملك اقوى قانونيا من اللي كان الحسن الثاني.